حسب باسم لجنة المرأة بمقاطعة كوباني. هالهجمات اللي عم بتشنها تركيا هي عبارة عن حرب نفسية، بدها تهجر العالم، بدها تشتت شمل العالم. يعني ما توقعنا بعد هالحرب نحن نتوصل لهالمراحل هاي وهالتطور هاي. ضربات تركيا عم بتسوي لنا حرب نفسية، بس طبعا نحن بأخوة الشعوب يعني رح نوقف مع بعضنا وما رح نخلي موقف تركيا يأثر علينا. طبعا في خوف، بس هالخوف ما بيعمل منا إلا صلابة ووقوف بوجه العدو التركي. شعبنا مثل ما أنتم شايفين متضامنين. طبعا هالضربات اللي عم بيضربوها علينا عم بتأثر على الشعب، ما بدهم تطورنا يزداد أكثر من هيك، بس نحن رح نوعد الجرحى والشهداء اللي استشهدوا، نحن رح نكون على موقفنا ورح نزيد من إصرارنا إنه ندعم بلادنا ونوقف بوجه العدو. وتركيا رح نقلها شو ما بتعملي ما رح تكسري الحاجز اللي بين شعبنا الكردي والعربي، نحن كلياتنا إيد واحدة وشعب واحد، وتركيا موقفها يعني مبين خلص هي أفلست وإفلاسها بدها تظهروا علينا. نحن ما بنقبل بهالشي، وتحت الصمت الدولي يعني ما بنعرف يعني شو السبب إنه ما حدا عم يوقف معانا. للأسف يعني ما حددوا موقفهم، شو موقفهم اتجاهنا، بس نحن موقفنا واحد، الإرادة والصميم، وراح ندحر الإرهاب وأخوتنا ثابتة. أردوغان داري لقند يما لسفيلون دخي سابا تشر سفيلون دخي ام وزارو كيتشك سابا تشو وزارو كيتشك او زارو كيتشك زارو كما جيونا نا يكي تاني اي كوماني جيشكيا ام حتى هاجي لسر وزارو كيت شاويتن ام دبي اردوغان لسفيلا ماخا كنت باياي ورا سينجي خاب سينجي شيران دا يا باكيدا يا باجيدا قصاديدا ورا ورا شربكا بصراحة شيء أشار بك، نات التاريخ هو بيخرج صار ملاتي سفير سفير بكوجي، تزاري تشوك بكوجي، أنا في تشتري شعر مزار ونعناتك أنا في تشتري قابل لكن حياجي أنا صاغن أنا بجاري خذا بكوبا وأنا خذا كوبا وأنا خذا تجمع ده برا ما ذن وما نات دارون. أريد خازن ملاش كوبا ندار كذا برا ملات الشهيد خذا قرية دايبة برا بس يا باكي خابه بس يا باجي خابه بس قصادي خابه. أزهد بيجم ويشجر صار كفتجي آمي 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 إن شاء الله جب أمي بصار كبر.